بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة في أنحاء جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء. معكم مستر أيمن الهول، كبير معلمي الفيزياء. على بركة الله معانا النهاردة درس من أهم دروس الفيزياء، وهو توصيل المقاومات. كلنا بننتظر الدرس ده، لأن الدرس ده بمثابة زي ما بيقولوا إيه، جواز المرور للفيزياء. أول حاجة عندنا بنتكلم فيها هي توصيل المقاومات. يعني إيه توصيل المقاومة؟ في عندنا طريقتين لتوصيل المقاومات، واحد التوصيل على التوالي، اتنين التوصيل على التوازي. طيب المقاومة اللي هي الممانعة اللي بيقابلها التيار، عندنا عدة مقاومات مع بعض، عايزين عدة المقاومات دول نوصلهم. أكيد التوصيل ده فيه منه غرض. أول حاجة توصيل المقاومات على التوالي. يعني إيه توصيل المقاومات على التوالي؟ التوصيل المقاومات على التوالي بيبقى عندنا مقاومة ومقاومة ومقاومة، عايزين نحصل من عدة المقاومات دي على مقاومة كبيرة، يعني مقاومات صغيرة عايزين نحصل منها على مقاومة كبيرة. في الحالة دي بنوصل المقاومات على التوالي. يبقى الغرض من توصيل المقاومات على التوالي هو الحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة. بتكون المقاومة المكافئة في الحالة دي اللي هي هنسميها R' أو R total، هتكون قيمتها أكبر من أكبر مقاومة موجودة في المجموعة. نقول تاني، يبقى لتوصيل المقاومات على التوالي بنحصل على مقاومة كبيرة من عدة مجموعة من المقاومات الصغيرة. المقاومة المكافئة الكلية في هذه الحالة تكون قيمتها أكبر من أكبر مقاومة في المجموع. طيب تعال نشوف خصائص التوالي هتكون إيه وطريقة التوصيل هتكون إزاي. زي ما احنا كده شايفين على يسار الشاشة مع بعض كده، هنشوف توصيل المقاومات على التوالي إيه الموضوع اللي بيحصل فيها. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا كده، توصل المقاومات بحيث يكون مسار التيار مسار واحد، يعني التيار اللي مر قدامنا كده بيكون في مسار واحد. ازاي؟ بنشوف كده البطارية قدامنا، زي ما احنا شايفين البطارية دي طالع منها التيار، بيطلع من القطب الموجب يخش على المقاومة الاولى. هنشوف كده زي ما هنشوف مع بعض بالقلم، ادي المقاومة الاولى R1، ادي المقاومة الثانية R2، ادي المقاومة الثالثة R3. هنا في الحالة دي بنقول ايه؟ ان شدة التيار في جميع المقاومات بنجد انه متساوي. يبقى اول خاصيه من خصائص التوصيل على التوالي ان التيار في المقاومه الاولى بيساوي التيار في المقاومه الثانيه بيساوي التيار في المقاومه الثالثه. يبقى بنستنتج من التوصيل على التوالي ان الاي الكليه بتساوي اي واحد بتساوي اي اتنين بتساوي اي ثلاثة. طيب ادي اول حاجه. تاني حاجه في التوصيل على التوالي واهم حاجه، ان احنا نلاقي او هنعرف ان التيار بيبقى ماشي في مسار واحد. مهمه قوي الملحوظه دي. بعد كده فرق الجهد. عند قياس فرق الجهد الكلي بين طرفي كل مجموعه هنجد ان هو بيساوي مجموع فروق الجهد بين طرفي كل مقاومه، بمعنى ان الفي الكليه فرق الجهد الكلي بيساوي فرق الجهد حوالين المقاومه الاولى زائد فرق الجهد حوالين المقاومه الثانيه زائد فرق الجهد حوالين المقاومه الثالثه. يعني جهد البطاريه كله او قوه الدفع او فرق الجهد بتاع البطاريه كله متجزأ على عدد المقاومات، بس التجزؤ ده مش بالتساوي، لان احنا قلنا ان التيار أصبحت العلاقة دلوقتي بينك وبين فرق الجهد والمقاومة، فكل ما كانت المقاومة كبيرة هتحتاج لفرق جهد أكبر، طبعًا لأن التيار في هذه الحالة ثابت. يعني بنلخص الكلام وبنقول إيه؟ إن فرق الجهد الكلي يتجزأ عبر المقاومات، والمقاومات دي اللي هتتناسب طرديًا، كل مقاومة تتناسب طرديًا مع فرق الجهد حواليها، فالمقاومة الأكبر هيكون فرق الجهد عندها أكبر، المقاومة الأصغر هيكون فرق الجهد عندها أصغر. يبقى الـ V1 على الـ V2 بتساوي الـ R1 على الـ R2، ونخلي بالنا من الحتة دي. يبقى هنا نسبة بين فرق الجهد لفرق الجهد R مع R علاقة طردية عند ثبوت شدة التيار. يبقى نلخص تاني، نرجع للشريحة اللي قبل دي ونبص مع بعض. هنا أنا عندي ثلاث مقاومات، الأولى والثانية والثالثة، R1 وR2 وR3. التيار في الثلاث مقاومات بيكون ثابت. فرق الجهد V1، فرق الجهد V2، فرق الجهد حوالين المقاومة 3 هو مجموع فرق الجهد الكلي حوالين طرفي المجموعة، أي أن الفي الكلية هنا بتساوي V1 زائد V2 زائد V3، والأي الكلية بتساوي I1 بتساوي I2 بتساوي I3. طيب نشوف تاني ايه موضوع المقاومه المكافئه. عندنا قانون اوم بيقول الفي بتساوي الاي في الار، يبقى الفي 1 الاي في R1، الفي 2 الاي في R2، الفي 3 الاي في R3. واحد هيقول لي مستر ايمن انت ليه ما سميتش I1 وما سميتش I2 وما سميتش I3؟ الرد طبعا لان احنا عارفين ان الثلاثه اي بيساوي بعض. هنا بقى يبقى الاي الكليه بتساوي I1 بتساوي I1 بيساوي I2، يبقى
المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتوصلة على التوالي هتساوي R داش، طبعا هنشيل R مع I مع I مع I، يبقى ال R داش بتساوي R1 R2 زائد R3. فبنقول هنا ان ال R الكلية هتساوي R1 زائد R2 زائد R3. طب لو المقاومات كلها متساوية، خلي بالك بقى من القانون المهم ده، بيلخص لك حاجات كتير قوي. لو المقاومات كلها متساوية ايه اللي بيحصل؟ يبقى بنجيب ال R توتال وبنقول عليها بتساوي N مضروبة في R، حيث R هي المقاومة الواحدة. يبقى انت لو عندك زي الرسمة اللي فاتت ثلاث مقاومات، مقاومة كل واحد منهم مثلا 5 اوم، يبقى ال R داش عندنا هنا بتساوي 3 في 5، يبقى بتساوي 15 اوم. تعال نشوف الطريقة الثانية من توصيل المقاومات، وهي توصيل المقاومات على التوازي. يبقى كده رتب افكارك، توصيل المقاومات على التوالي: واحد، المقاومة المكافئة تكون اكبر من اكبر مقاومة. اثنين، شدة التيار في المقاومات ثابت. ثلاثة، فرق الجهد حوالين المقاومات كلها متجزأ، يعني V بتساوي V1 زائد V2 زائد V3. الار الكلية هتساوي الار 1 زائد الار 2 زائد الار 3. لو المقاومات متساوية تبقى الار داش او الار توتال بتساوي الار على N، يعني الار في N يعني مقاومة الواحد في عدده. الطريقة الثانية بقى لتوصيل المقاومات على التوازي، وديت المهمة جدا المستخدمة في المنازل. واحد هيقول لي طيب يعني هي المقاومات على التوالي بنوصلها ليه؟ هنرد ونقول ان المقاومات بتوصل على التوالي لان في دوائر تحتاج لتيار قليل، واحنا عندنا في الدايرة عدة مقاومات، فبنضطر ان احنا نوصل على التوالي. بينما التوصيل على التوازي ليه؟ علشان عايزين في الدايرة تيار كبير، بنضطر نوصل المقاومات على التوازي. التوصيل على التوازي خصائصه ايه؟ نركز بقى، وعايز الناس تجهز معايا بالورقة والقلم. توصيل المقاومات على التوازي، بنحصل على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة. بتكون المقاومة المكافئة للمجموعة أقل من قيمة أصغر مقاومة في المجموعة. طريقة التوصيل هنا بنوصل إزاي؟ توصل المقاومات، بص معايا على الصورة كده، علشان توصل على التوازي لازم تحط نقطة تسميها نقطة التفرع. يبقى احنا هنا عندنا نقطة زي ما انا مش هقول لك كده بالقلم الأحمر أهو، النقطة دي اسمها نقطة التفرع. خارج منها الفرع الأول، تمام، الفرع تاني، تمام، الفرع التالت. طيب وبعدين بصينا لقينا ان التلات مقاومات اتجمعوا في نقطة، يعني بعد تفرع وبعد تجزؤ جينا عند النقطة دي وطيار خرج منها طيار كلي. يبقى انت هنا الحتة دي في طيار كلي وفي الحتة دي طيار كلي، بينما على التلات مقاومات طيار واحد طيار اتنين طيار تلاتة. اذا هنا في التوصيل على التوازي حط القاعدة دي قدام عينك: واحد، وجود نقطة تفرع. اتنين، وجود نقطة التجمع. المقاومات اللي في نقطة التفرع ونقطة التجمع ايا كان عددها كده، فهنقول ان هذه المقاومات موصلة على التوازي. طيب اذا هنا اول ملحوظة قلناها ان التيار الاي في حالة التوصيل على التوازي الاي بتتجزأ، يبقى الاي بتتجزأ زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى هنا الاي تتجزأ، يبقى الاي تتجزأ على عدد المقاومات. لما نيجي نقيس بقى فرق الجهد بين كل مقاومة، ودي بقى الملحوظه المهمه، فالنقطتين اللي انا مش هقول لك عليهم بالاحمر دول فرق الجهد اللي بينهم هو نفسه فرق الجهد اللي بين قطبي البطاريه هنا، يعني النقطتين دول كمان، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، هي نفسها زي النقطه دي كمان. يبقى النقطتين اللي فوق دول والنقطتين اللي تحت دول فرق الجهد عندهم متساوي، هو نفسه فرق جهد بطاريه، هو نفسه فرق الجهد اللي حوالين المقاومه الاولى، هو فرق الجهد اللي حوالين المقاومه الثانيه، هو فرق الجهد اللي حوالين المقاومه الثالثه. يعني فرق الجهد بيتجزأ؟ لا، ده التيار هو اللي بيتجزأ. قال لك صحي معايا، اما الفرق الجهد ماله؟ فرق الجهد في الكليه اللي هو قراءه الفولتميتر الكبير خالص ده هيساوي قراءه الفولتميتر 1، هيساوي قراءه الفولتميتر 2، هيساوي قراءه الفولتميتر 3. ولكن قراءه الاميتر ايه ده؟ بيساوي قراءه اي 1 زائد قراءه اي 2 زائد قراءه اي 3. يبقى طريقه توصيل المقاومات على التوازي: نقطه البدايه، ثم هذه النقطه يحدث عندها التفرع، ثم يحدث التجمع. نقول أن المقاومات في هذه الحالة تم توصيلها على التوازي. في هذه الحالة فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة متساوي، بيساوي فرق جهد المصدر. تعال اما اخدك كده لمثال في البيت عندنا، مثلا عندنا في البيت فرق الجهد اللي بيشتغل عليه البيت 220 فولت، فكل جهاز موجود في البيت فرق الجهد بين طرفيه 220 فولت. ليه؟ لان الاجهزه دي بيتم توصيلها على التوازي. طيب ايه الفايده اللي هتعود علينا من التوصيل على التوازي؟ نمره واحد، لو انت بصيت كده لو التيار انقطع عن احد الافرع مش هينقطع عن الباقي، ادي نمره واحد. نمره اتنين، فرق الجهد بيبقى
ثابت، يبقى اي جهاز هجيبه وهشغله هيشتغل على نفس فرق جهد اللي بيشتغل عليه الجهاز التاني. زي ما قلنا الاي بتساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. بنلاحظ ان التيار والمقاومه علاقه عكسيه، وفرق الجهد هنا ايه؟ ثابت، عشان الاي بتساوي في على ار. فبنقول هنا ان اي 2 على اي 1 هتساوي بالعكس بقى ار 2 على ار 1. تمام. يبقى المقاومه المكافاه تحسب ازاي يا مستر؟ تعالى معايا اوريك. الاي بتتجزا هنا معايا، نبص بالقلم كده تاني، الاي بتتجزا، فبنشوف هنا بص معايا، يبقى الاي بتساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. هتعوض عن الاي من قانون اوم، في على الار توتال او الار داش بتساوي في على الار 1 زائد في على الار 2 زائد في على الار 3. معايا ناس صحيح اهي، الفي هنا ما رقمناش ليه؟ عشان في 1 هي نفسها في 2 هي نفسها في 3. بالرياضه الفي دي هتطير دي مع دي مع دي، استنتج ان 1 على ار داش بتساوي ال 1 على الار 1 زائد ال 1 على الار 2 زائد ال 1 على الار 3. وبعد ما اجيب الار داش ما انساش بالاله الحاسبه، بعد ما اجيبها هعمل ايه؟ هجيب المقلوب بتاعها. يبقى في حاله التوصيل على التوازي، ال 1 على الار المكافاه بتساوي 1 على الار 1 زائد 1 على الار 2 زائد 1 على الار 3. شويه قوانين في التوصيل على التوازي مهمه جدا ان انت تعرفها. اول القوانين دي، لو انت عندك مقاومتين اهم، المقاومتين دول مختلفين في قيمتهم، هنا تقول لي ايه لما تيجي تجيب الار داش؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني المقاومه الاولى زائد المقاومه الثانيه إيه في المقاومه الثانيه على المقاومه الاولى زائد المقاومه الثانيه تديك الار داش. هنا مش محتاج ان انت تقلب لان انت جبت الار المكافاه على طول. طيب لو المقاومات شبه بعض، يبقى الار داش بتساوي ار على ان، يعني واحده على عددهم. يبقى عشان كمان ما لخبطكش، لو انت عايز واحد على الار داش والمقاومات شبه بعض يبقى العدد على واحده. طب لو عايز تجيب الار داش يبقى واحده على عددهم. يبقى انت هنا لو عندك مقاومتين متشابهين تقول له ايه بقى؟ الار بتساوي الار داش، الار داش الار توتال، لو المقاومتين متساويين يبقى بتساوي ار اللي هي انت هتجيبها على 2. ده لو المقاومتين متساويين، يبقى المقاومتين متساويين يبقى الار داش بتساوي ار على 2. المقاومتين مش متساويين يبقى الار 1 في الار 2 على الار 1 زائد ار 2. المقاومات متساويه ممكن تجيب لي الار داش على طول، تقول لي ان الار داش الار المكافاه يعني مالها يا استاذ ايمن؟ بتساوي تمام شرطة الكسر الجميلة بتاعتك، هتحط فوق الار الواحدة يعني مقاومة على، هتنزل تحت تحط الان اللي هو عدد المقاومات. يبقى انت قدامك دلوقتي قانون، اتنين تلاتة اربع قوانين في ايجاد المقاومه المكافاه في حاله التوصيل على التوازي. القانون الاول، لو عندك عده مقاومات مختلفه يبقى الواحد على ار داش هتساوي الواحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد الواحد على ار 3، وبعد كده لما تعوز الار المكافاه بتقلب الكسر. لو عندك مقاومتين مختلفين في القيمه وموصلين على التوازي وعايز تجيب الار المكافاه، يبقى الار المكافاه بتساوي ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. لو عندك مقاومتين متشابهين يبقى الار داش بتساوي الار على 2. لو عندك المقاومات متساويه يبقى الار داش بتساوي واحده على عدد. تمام يا شباب، يبقى احنا اتكلمنا على قوانين التوالي واتكلمنا على قوانين التوازي. تعال نبص كده مع بعض في المثال الجاي والملحوظات المهمه قوي. اول ملحوظه، يا ريت الشاشه دي اتاخد كده سكرين شوت او تتصور، لان الشاشه دي فيها ملحوظات مهمه جدا هي اللي هتمشيك في حل المقاومات. تزداد مقاومه الموصل بزياده طوله. يبقى احنا لو عندنا موصل طوله زاد، ايه اللي معناها دي؟ معناها ان انا عمال بضيف مقاومات على التوالي. يبقى لو الموصل طوله زاد يبقى انت بتضيف مقاومات على التوالي، يبقى المقاومه هتزداد. يبقى السؤال، كنا زمان بنقوله في النظام القديم، ايه تفسير ان لما السلك طوله يزيد مقاومته تزيد؟ التفسير بقى دلوقتي ايه؟ لان عند زيادة الطول بيعتبر ده بمثابة مقاومات على التوالي، اي ان المقاومة المكافأة تزداد. اللي بعده، تقل مقاومة الموصل بزيادة مساحة المقطع. تمام، هنا المقاومة لو انت جيت تبص معايا، المقاومة المكافأة لو المقطع زاد بمثابة اضافة مقاومات على التوازي، اي ان المقاومة المكافأة هتقل. الملحوظة الثالثة،
الاجهزه في المنزل بيتم توصيلها على التوازي علشان كل جهاز يعمل على نفس فرق الجهد، وايضا يمكن تشغيل الاجهزه في وقت واحد، وايضا لو تلف جهاز مش هيتاثر بقيه الاجهزه. بص كده على النجفه اللي عندك في البيت، هتلاقي مثلا توفيرا للكهرباء بنبقى فاصلين لمبتين مثلا ومشغلين اتنين او تلاته. طب ده تفسيره ايه؟ ان النجفه دي طريقه التوصيل فيها على توازي، لو انفصل التيار عن فرع ما بينفصلش عن باقي الافرع. الملحوظه الرابعه، بنستخدم اسلاك سميكه عند طرفي المصدر الكهربي، طبعا سميكه يعني مقاومتها قليله، يعني التيار اللي فيها كبير، واقل سمكا بين طرفي كل مقاومه، ده في حاله التوصيل على التوازي، لان شده التيار هتكون في الحاله دي ايه؟ اكبر عند المدخل والمقاومه صغيره، فلا تنصهر هذه الايه؟ الاسلاك. يبقى سؤال برضو من الاسئله المهمه وملحوظه مهمه، الاسلاك السميكه بتستخدم عند طرفي المصدر والاقل سمكا بين طرفي كل مقاومه، يعني عند الجهاز في حاله التوصيل على التوازي، لان شده التيار هتكون اكبر ما يمكن عند المدخل والمخرج، فتكون مقاومتها صغيره، فلا تنصهر الايه؟ الأجهزة. تعالوا نشوف بعض الأمثلة بالراحة كده وبعض التطبيقات اللي احنا خدناها. السؤال ده جه في 2018، كان بيسأل بيقول ايه؟ أي مجموعة مقاومات، نمسك الورقة والقلم مع بعض بقى ونبدأ. أسيب لك السؤال كده قدامك وشوف هو عايز ايه من السؤال. ابدأ زي ما تعودنا، اقرأ السؤال كويس جدا، شوف طريقة التوصيل هتبقى عاملة ازاي، وتعالى نتوكل على الله. أي مجموعة مقاومات تعطي مقاومة كلية قيمتها R؟ عندك أربع أشكال. الشكل الأول تعالى كده نشوف هو عايز مين في الأربعة دول هيديني R، تمام؟ شوف الشكل ده كده. واحد هيقول لي أدي نقطة تفرع زي ما المستر قال، فرع اتنين، فرع تالت، يبقى تلات أفرع أهم، التلات افرع متجمعين هنا، تمام، هياخدوا بعض التيار ويخرج من النقطه دي، تمام. يبقى اذا التلات مقاومات دول متوصلين على التوازي. طب نشتغل ازاي؟ ملحوظه مستر، في فوق مقاومتين مع بعض في مسار واحد، صح؟ يعني دول على التوالي. التوالي دول يديله كم مقاومه؟ 6 ار وار و3 ار. تعال بقى اما انصحك نصيحه حلوه، 6 R و 3 R، النصيحة اللي احنا عارفينها 6 في 3 على 6 زائد 3 تطلع ب 2، يبقى انت عندك 2 R اللي فوق واللي تحت، مع ال R توازي، يبقى 2 R في R على 2 R زائد R تديني كام تاني؟ كده امسك القلم واشتغل معايا، يبقى اللي فوق 2 R و 4 يديني 6، 6 دول توالي مع ال 3 توازي، يبقى هنوازيهم مع بعض، يبقى 6 و3 يديني 2 ار. 2 ار و ار توازي، يعني 2 ار في ار على 2 ار زائد ار، يبقى المقام عندك 3 ار والبسط عندك 2 ار تربيع. هتطير واحده مع واحده، يبقى المقاومه اللي هنا تطلع 2 على 3 ار. نقول تاني، يبقى هنا 2 ار و4 يديني 6 ار، وهنا 3 ار، يبقى دول لو وزيتهم مع بعض اللي هي المجموعه اللي فوق دي والمجموعه اللي تحت دي تديني 2 ار. 2 ار هوزيها مع الار، يبقى 2 ار وانت تشتغل معايا بالاله الحاسبه في حاصل ضربهم، تمام، زي ما الناس تعودت، في ار على ودي الكسر 2 ار زائد ار، الناتج يطلع ادي تحت المقام 3 ار، يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم 2 ار في ار على 2 ار زائد 3 ار، يبقى فوق 2 ار تربيع وتحت 3، يعني 2 على 3. تعال نشوف شكل ب كده، كل ده ركز معايا، هو عايز اللي قيمته ار، تمام. بنفس الطريقه اللي فوق دول كام؟ 4 ار و4 ار، 4 ار و4 ار، يبقى دول هيدوني 2 ار، 2 ار و2 ار، يبقى 2 على 2 تديني، صح، برافو عليك، تديني ار. يبقى الشكل ده هو الإجابة المطلوبة. هتيجي كده بالقلم الرصاص الخفيف الحلو في الامتحان وتظلل على الإجابة رقم ب، تظليل كده كويس واضح. تعال نكمل الشكل ده. السؤال الثاني، ج، التيار هيجي يتفرع من هنا، ادي ار وادي 3 ار، يبقى 4 ار، تمام، وادي 4 ار
واتنين ار يبقى ستة ار، يبقى فوق اربعة ار تمام، وتحت توالي ستة ار، نقوم نقول ايه اربعة ار في ستة ار على اربعة ار زائد ستة ار، ونشوف هتطلع كام. مش هتطلع طبعا ار، نشوف الشكل دال داخل بار تمام، يبقى الار دي هتواليها مع الاتنين دول اللي هي التلاتة ار وتحت. الله، ده في مجموعة تحت برضو، يبقى المجموعة اللي تحت بستة ار وفوق تلاتة ار، ستة وتلاتة يديني اتنين ار، اتنين ار وار التوالي، يبقى هنا المقاومة المكافئة تديني تلاتة ار. هو عايز المقاومة المكافئة بتكون بكام يا شباب؟ المقاومة المكافئة بتكون ار، يبقى الإجابة عندنا الشكل رقم ب. تمام، ده من الأسئلة اللي انت تدرب نفسك بيها على طريقة التوصيل، لأن انا جمعت لك هنا بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. المثال اللي بعده، أمامك جزء، ده جاي في النماذج الاسترشادية اللي بتتكرم الوزارة بتحطها لنا كل سنة قبل الامتحانات كده بشهرين ولا بشهر، ونبدأ نتدرب عليها، وبنوصل إن شاء الله مع بعض لأفكار، بعض أفكار الامتحان. أمامك جزء من دائرة كهربية، المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B، بص على A فين وبص على A B فين. لو أنت خدت خط كده من الـ A للـ B، يبقى أنت كأني بتقول لي يا أستاذ أنا كده في مسار واحد، تمام. بس وانت ماشي في المسار، تعالى جيت هنا تمام، وقفت هنا استاذ في ثلاث فروع، حاضر معاك انا اهو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. استاذ انت غلطت؟ لا ما غلطتش. الوصلة او الفرع اللي في النص ده، ده يعتبر سلك فاضي ما فيهوش مقاومات. بنقول للطلبة ايه؟ انت داخل يا طيار لقيت تلات طرق، طريق في مقاومة وطريق في مقاومة وطريق فاضي، فأنت هتسلك المسلك الفاضي ولا هتحب المطبات؟ لا طبعا المسلك الفاضي. إذا هنا مفيش مقاومة تكاد تكون بصفر مع إهمال طبعا مقاومة السلك، يبقى هنا العشرتين دول المقاومة هنا بتاعتهم بصفر. نيجي بقى للنقطة الثانية، أدي الفرع ده، أدي فرع فوق مش زي اللي فاتت، وأدي فرع تحت، واتقابلوا هنا وخدوا بعضهم وخرجوا كده، يبقى دي العشرة متوازية مع العشرة، وزي ما المستر قال لي الاتنين شبه بعض، تبقى الإجابة عشرة واحدة اللي هي مقاومة تمام على العدد بتاعهم اللي هو اتنين، تطلع المقاومة المكافأة ار داش بتساوي خمسة. يبقى المقاومة المكافأة بتاعت الشكل اللي قدامنا ده بكام يا شباب؟ بخمسة. وبرضه لازم تتعلم تاخد على ايدك الاوم، يبقى المقاومة المكافأة بخمسة ايه؟ بخمسة اوم. والسلك الاولاني ده العشرة والعشرة ايه حكايتها؟ ده سلك فاضي. يبقى انت هنا اتعلمت فكرة جديدة، ان التيار عند انتقاله من نقطة الى نقطة وعند وجود نقطة تفرع، فهنا بيتفرع على ثلاث أفرع، بس في فرع صغير أو في فرع ما فيهوش مقاومة، يبقى ده التيار كله هيمشي من هنا. طب نسأل سؤال، هل التيار هنا هو في على اليمين الصورة لما اتجزأ، اتجزأ إزاي؟ اتجزأ بالتساوي، لأن المقاومتين بيساووا بعض. يعني أنا لا أتخيل لو التيار مثلا هنا اللي داخل من الحرف ايه كده، هنقول مثلا باتنين امبير، الاتنين امبير دي اتنين امبير مالها؟ معاك انا اهو، الاتنين امبير دي هتيجي هنا تمشي اتنين امبير زي ما هي، تيجي هنا تتجزأ واحد امبير فوق واحد امبير تحت. ليه؟ علشان المقاومتين قد بعض. طب افرض المقاومتين مختلفتين، هيتجزأ نسبة وتناسب، بمعنى ان المقاومة الاقل هتاخد طيار اكبر، والمقاومة الاكبر هيدخل فيها الطيار الاقل. نشوف المثال اللي بعد كده، مثال من الامثلة برضو المهمة، وجه في امتحان في سنة من السنين برضو 2017 تقريبا، كان بيقول له ايه في الدائرة الموضحة بالشكل، اهم حاجة تقرأ السؤال كويس، عند غلق المفتاح كي فان قراءة الفولتميتر تساوي، شايف الفولتميتر محطوط فين؟ الفولتميتر محطوط بين النقطتين دول،
يبقى لما اجي اقيس فرق الجهد هنا يبقى فرق الجهد هنا V بتساوي تمام قانون اوم I شدة التيار مضروب في الار اللي هي المقاومة، المقاومة اللي هي قدامي دي اللي هي دي الشكل ده كله، دي المقاومة اللي انا هحسبها، بس في حالة غلق الايه المفتاح هيبقى التمانيتين معايا، في حالة فتح المفتاح هيبقى معايا تمانية بس. طيب بص على المسألة كويس، استفاد من الشكل الاولاني اللي هو ايه يا استاذ ايمن اللي هو شكل المفتاح مفتوح، اطلع من التيار، الله ده قوة الدفع بتاعت البطارية مش موجودة معايا، ماشي هنشوف اهو، اطلع من الموجب التيار اه مدهوني ب2 امبير، انزل خش كده على المقاومات تمام، هتلاقي فرعين زي ما قلنا، فرع فيه 8 وفرع مفتوح، التيار هيمشي من فوق يخش على الأربعة، يبقى انت كده دلوقتي معاك كام مقاومة ماشي فيهم التيار؟ مقاومتين 8 و4، ومعاك التيار قيمته بكام؟ ب12، تقدر تجيب الفي باتري او القوة الدفعة. القوة الدفعة هنا يا شباب الفي باتري، ها الفي بتساوي تمام الناس اللي مركزة معايا، يبقى الفي بتساوي اي في ار، الاي بكام؟ ب2 امبير، في الار واحد هيقول لي والمفتاح مفتوح، اه تمام المفتاح مفتوح هيبقى عندك 8 و4 يبقى 12، يبقى الار ليه 12 يا استاذ؟ عشان المقاومتين على التوالي، تساوي الفي هتساوي تمام الناس اللي معاها الاله الحاسبه 24 فولت، يبقى هنا الفي باتري او القوه الدفعه بتاعت البطاريه اللي عندي بتساوي 24 فولت تمام، يبقى هنا الفي بتساوي 2 في 12 24 فولت، تيجي عند الفي باتري كده يبقى انت عرفت قيمتها بكام؟ ب 24 فولت. نيجي بقى طالب ايه الجديد؟ عايز قراءة الفولتميتر زي ما انا كاتبها لك تحت كده، ال V بتساوي I في R، محتاج تجيب ال I لما تغلق المفتاح لانه عايز عند غلق المفتاح، تعال نغلق المفتاح، لو غلقنا المفتاح كده التيار هيجي عند التمانيتين ويتجزأ، اصبح التمانيتين مع بعض توازي، مكافئهم كام؟ 8 على الاتنين، يبقى هنا المقاومة المكافئة بتاعت المقاومتين 8 صح على الاتنين عشان شبه بعض، تيجي الار داش نقول عليها بتساوي 4، يبقى الار داش اللي هي بتاعت الاتنين دول بس ب 4 اوم. نيجي بقى هنا 4 و 4 8، يعني المقاومة المكافئة كانت 12 بقت 8، يعني حصل ان المقاومة قلت التيار اكيد هيزيد. نشوف بعد كده المطلوب اللي هو المطلوب ان الاي هتساوي الفي في الايه في الار، هتطلع 8 في الاي هتطلع 4 و4 8، الاي هتطلع بكام؟ تمام الناس اللي حسبت معايا الاي الجديده، الاي هتساوي الفي اللي 24 على ال 8 تطلع الاي ب 3، 3 والمقاومه اللي حواليها الفولتميتر 4، 3 في 4 تطلع ب 12 فولت. نسيب كده المثال الاخير للناس اللي عايز ينقله عشان يحاول يحله، يبقى الاجابه بتاعتنا هنا الاجابه 12 فولت، تيجي عند الالف كده وتظللها ادي الاجابه بتاعتي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق مستر ايمن علول كبير معلمين الفيزياء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.